مساء الخير على حضراتكم وأهلا بكم. ما فيش شك أبدا إن في سباق عالمي في التعليم في الفترة الحالية جعل منه جوهر الصراع العالمي، حتى لو أخذ هذا الصراع أشكال مختلفة سياسية اقتصادية أو حتى عسكرية. فالجوهر الحقيقي هو صراع تعليمي بحت، لأن الدول بتتقدم في النهاية عن طريق التعليم. حتى النمور الآسيوية تقدمت من بوابة التعليم. النهاردة هنتكلم بصراحة عن التحديات اللي بتواجه التعليم في مصر، وكمان الفرص المتاحة اللي بنواجه بها هذه التحديات، وكيف يضع الحوار الوطني أطروحات واضحة في هذا الملف. تمتلك مصر نظاماً تعليمياً يعد الأهم والأكبر بين الأنظمة التعليمية في العالم العربي، حيث يضم 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة في مراحل التعليم ما قبل الجامعي، ووصل عدد أعضاء هيئة التدريس إلى 958 ألفاً و753 معلماً ومعلمة، بخلاف المعلمين المنضمين حديثاً في مسابقة 30 ألف معلم. كما وصل عدد المدارس إلى 60254 مدرسة بإجمالي 551815 فصلا دراسيا. في محاولة لحلحلة مشكلة التعليم المزمنة اتساقا مع خطة الدولة لتنمية فكر وقدرات الطالب المصري، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 8 سنوات مبادرة بعنوان نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، حيث استطاع نظام التعليم المصري خلال السنوات الماضية تحقيق عدد من النجاحات، وكان لمرحلة التعليم الأساسي النصيب الأكبر في عملية التطوير الذي طال المنظومة بأكملها. خلال 8 سنوات بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها لتطوير منظومة التعليم أكثر من 49 مليار جنيه، وتشهد موازنة العام سنويا زيادة من نصيب قطاع التعليم، وبلغت نسبة زيادة عدد المدارس حوالي 16.8%، ونسبة أعداد الفصول 11.2%. مشاهدينا اسمحوا لي ارحب بدكتور رشا كوليب عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بك منورنا. اهلا وسهلا. خلينا نتكلم في محور مهم جدا، المحور المجتمعي والجزء منه التعليم. الحقيقه قضيه التعليم هي مفار جدل، وبقى لنا فتره طويله جدا بنتكلم في التعليم والتحديات اللي بتواجه هذا القطاع المهم. ايه رؤيتك فيما يدور داخل الحوار الوطني في هذه القضيه تحديدا؟ بداية يعني شكرا لحضرتك على الاستضافة، وأنا عايزة أتكلم إن الحوار الأول عن الحوار الوطني. في الحقيقة الحوار الوطني بالنسبة للمصريين شايفين إن هو بارقة أمل ممكن تطلعهم من أو تحللهم كتير جدا من المشاكل اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، مش بس التعليم، وإن كان التعليم على رأسها. ليه التعليم على رأسها؟ لأن التعليم في الحقيقة يعني قضية كل بيت مصري، كلنا مهمومين بالتعليم، مفيش بيت مصري يخلو من طالب في أي مرحلة من مراحل التعليمية المختلفة. المفروض نهاية الأسبوع الثاني، وتم ختام الأسبوع الثاني من جلسات الحوار الوطني بجلسة عن التعليم قبل الجامعي، وفي الحقيقة كان في العديد من الأطروحات والعديد من الرؤى تم طرحها حول يعني ما يواجه التعليم قبل الجامعي من تحديات وأساليب بقى حل التحديات دي. بداية هتكلم مع حضرتك عن التحديات، ومحتاجين كده نحلل المشهد التعليمي عندنا ومنظومة التعليم قبل الجامعي. مين محاور عمليات تعليمية عندنا؟ المعلم، المنهج، البيئة المدرسية، الطالب، المجتمع، الإدارة، التمويل. كل دي محاور العملية التعليمية، وللأسف الشديد عندنا في كل هذه المحاور مشكلات وتحديات. طيب قبل ما نقول المشكلات وقبل ما نقول التحديات، لازم نقول ان الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وكلها مقدر، الا انها حتى الان ما زالت غير كافية. لما نروح لمحور المعلم، فاحنا مثلا نلاقي ان المعلم يعني تدني الوضع المادي للمعلم، تدني حتى الوضع الاجتماعي للمعلم. عندنا عجز شديد في اعداد المعلمين في المدارس، وصل دلوقتي لتقريبا داخلين على 350 ألف معلم. هننتقل بس في فجوات، يعني تكلمي على جزء من المعلمين اللي هم مهمشين او المدارس اللي هي حكومية، وفي في اي بي
يعني في معلم في اي بي ومشاهير. انا بتكلم عن المعلم الموجود في المدرسه الحكوميه المصريه في منظومه التعليم قبل الجامعي اللي بيحتاجوا اعاده نظر. نيجي كمان شويه نروح للمدرس اللي هو بيدي في سناتر الدروس الخصوصيه، وبالمناسبه مش شرط يكون مدرس موجود او مدرس تابع لوزاره التربيه والتعليم. احنا شفنا الفتره اللي فاتت نماذج يعني ما انزل الله بها من سلطان، مسمي نفسه مش عارفه عبقري ايه، ونماذج في الحقيقه متطرفه جدا سواء الاقصى اليمين او اقصى اليسار، فحاجه يعني صعبه جدا. ننتقل للتحدي الثاني الخاص بمحور مثلا البنيه التحتيه. احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في كثافات الطلاب، ارتفاع شديد في كثافات الطلاب في الفصول، في بعض المدارس بيصل فيها الكثافه ل 100 طالب واكثر من 100 طالب في بعض المناطق، وده تحدي بقى ان احنا عايزين مدارس جديده لنواكب الزياده السكانيه، اللي هي في الحقيقه شايفاها تحدي جامد جدا. وبالمناسبه كان في نفس اليوم اللي هو يوم الخميس اللي فات كان في جلسه موازيه عن الزياده السكانيه بجانب جلسه التعليم قبل الجامعي، فاحنا عندنا هنا تحدي عدد المدارس. طيب المدارس احنا ليه مش بنبني مدارس؟ ان احنا عندنا ازمه في التمويل، عندنا ازمه في الاراضي، وزاره التربيه والتعليم مش لاقي اراضي تبني عليها مدارس. طيب نروح للمجتمع. المجتمع عندنا يعني مفيش ثقه في المدرسه، يعني بنعاني حاليا ان خلاص انا كوليه امر او حضرتك كوليه امر ما عندكيش ثقه في المدرسه، هو بالتالي حضرتك بتتوجهي للدروس الخصوصيه. اصبحت ثقافه مجتمعيه. بالظبط. طيب انا دلوقتي كوليه امر، ايه اللي بيخليني اسيب المدرسه اللي هي بتقدم لي خدمه مجانيه واروح لسنتر ادفع بالحصه يعني مئات الجنيهات كل حصه؟ ايه اللي يخليني اعمل ده؟ ايه اللي يخليني اتكلم ان انا عندي فصل فيه مثلا 50 طالب او 60 طالب او 70 طالب؟ ايه اللي يخليني يعني اطلع ابني من الفصل ده واوديه سنتر قاعه فيها مئات الطلاب؟ ده يعني لازم ظاهره الدروس الخصوصيه، لازم دراسه متانيه ليها. اتعمل دراسات كتير وفي اللي بيقول نجرم وفي اللي بيقول نقنن، ولكن لا، لازم يعني علاج المشكله من جذورها. ماشي، حضرتك ركزتي في حته جزء مهم جدا. الناس بتاخد دروس خصوصيه وبتدفع فعلا مبالغ ضخمه فيه، وفي نفس الوقت بتطالب بمجانيه التعليم، مش دي يعني ازدواجيه في المعايير؟ هي في الحقيقه مش ازدواجيه في المعايير، هي الناس محتاجه. يعني انا لو لقيت معلم كفء مدرب، لقيت منهج محترم موجود في المدرسه، لقيت بيدرس باساليب وطرائق تدريس واستراتيجيات تدريس مناسبه، انا اكيد هودي ابني. مفيش حد عايز يدفع فلوس بالمناسبه في الفتره دي. وبرده فكره مجانيه التعليم احنا عايزين ناكد عليها، ان احنا بنتكلم عن التعليم في مصر، فاحنا بنتكلم عن حق كفله الدستور وليس مجرد خدمه تؤديها او تقدمها الدوله. مع تعدد بقى الانماط الكتيره اللي موجوده من المدارس، سواء مدارس خاصه سواء مدارس دوليه، وبالمناسبه الانظمه دي موجوده في كل دول العالم، فاحنا ما عندناش مشكله ابدا في ده. وكمان بنشجع بالمناسبه يعني المدارس الخاصه، وان دخول القطاع الخاص في عمليه التعليم وبناء مدارس خاصه وكده، لان ده هيشيل شويه يعني مثلا هيشيل الطبقات اللي هي قادره تدفع. تشجيع المجتمع المدني. المجتمع المدني برضو في توفير وسائل تمويل مساعدة، ده مهم جدا، هنجيله كمان شوية في التوصيات. أنا بس عايزة أكمل مع حضرتك فضل. التحديات الخاصة بالإدارة، إدارة منظومة التعليم قبل الجامعي. إحنا للأسف الشديد مش بنشتغل وفقا لرؤية واضحة، على الرغم إن إحنا عندنا رؤية مصر 2030 فيما يخص التعليم قبل الجامعي، ودي رؤية محترمة جدا تم وضعها في 2016 وتحدثت في 2018، والمفروض على الورق هي المرجعية بتاعتنا فيما يخص التعليم قبل الجامعي، وبرضو فيما يخص التعليم الفني، وأيضا فيما يخص التعليم الجامعي هي مقسمة أجزاء. ولكن اللي حاصل ان احنا مهمشين الرؤية دي، مش بنشتغل من خلالها، على الرغم ان المفروض عملية تطوير التعليم دي عملية مستمرة، يعني استراتيجية الدولة مش خطة بتبقى مسؤول او خطة وزير. احنا بنشوف كل ما وزير يجي يغير اللي عمله اللي قبله ويبدأ من نقطة الصفر وهكذا. ده مش بتكلم بس على دلوقتي، لا، بتكلم على مر السنوات اللي فاتت. طيب وبناء على ده، لان احنا ما عندناش رؤيه، فكان في يعني حاجه حسستنا قد ايه القياده السياسيه يعني متابع جيد لما يحدث في
العملية التعليمية في مصر، فاحنا يعني مجلس الأمنا عرض على جميع المشاركين في جلسة التعليم قبل الجامعي مشروع قانون مقدم من رئاسة الجمهورية، المفروض يعني سيادة الرئيس وجه به، مقدم من رئاسة الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب. طيب المجلس ده إيه أدواره كما ورد في مشروع القانون اللي تم عرضه علينا؟ وبالمناسبة هو حتى الآن لم يناقش، ولكن كانت الفكرة، كانت فكرة سيادة الرئيس إن هو يتعرض على يعني الحوار الوطني ويتم عقد نقاش فيه، يعني نشوف كل الأطروحات وكل الرؤى حواليه. الهدف من المجلس الوطني للتعليم والتدريب إن هو يرسم السياسات، يضع استراتيجية وطنية جميع المؤسسات المعنية بالتعليم تشتغل من خلاله، لأن للأسف إحنا عندنا كذا جهة وكذا مؤسسة معنية بالتعليم وبمنظومة التعليم قبل الجميع، وللأسف كل جهة بتشتغل لوحدها بالظبط. وده يخلينا نقول ان عمليه تطوير التعليم او منظومه التعليم مين اللي قبل الجامعي هيتابع التنفيذ؟ انا هقول لحضرتك منظومه التعليم قبل الجامعي وتطوير التعليم بشكل عام ليست مسؤوليه قاصره فقط على وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، لا دي مسؤوليه مجتمعيه بتقع على عاتق الجميع. طيب مين هيتابع؟ المجلس الوطني الاعلى للتدريب. هو دلوقتي مين بيتابع اداء وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني؟ مين بيتابع اداء في الاستراتيجيه يا فندم؟ في حد بيضع الهدف وبيتابع التنفيذ، بما بينهم اللي هي الجمهور المستهدف والوسيله والرساله، من هو المولود بتنفيذ هذه الرؤى؟ فهي متوزعة. السؤال ده إجابته لما أقول لحضرتك تشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب. في الحقيقة يعني عدد كبير جدا من الوزارات مشترك فيه، مش بس التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي، لا موجود الأزهر الشريف، موجود جامعة الأزهر، موجود وزارة الدفاع، وموجود وزارة يعني عدد كبير جدا من الوزارات المعنية بعملية تطوير التعليم. وارجع تاني أقول تاني وأكد تاني إن عملية تطوير التعليم دي عملية مجتمعية، عملية مجتمعية ومسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق الجميع. الفكرة إن إحنا مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم هيتم عرضه في الحوار الوطني، وبعد كده يعني هيتم أخذ الآراء عليه والإضافات والحاجات اللي تتحذف وإيه الحاجات اللي ممكن نعدلها، وبعد كده هيروح لمساره الطبيعي في مجلس النواب لمناقشته. أنا شايفة فرصة عرضه على الحوار الوطني دي فرصة يعني ما بتحصلش، فرصة ذهبية ما حصلتش قبل كده تقريبا مع مشروع قانون. يعني ده هيخلينا بقى نقول هو مين اللي هيحط رأيه أو هيبدي رأيه في مشروع القانون. خلينا نتكلم، هل ممكن يكون أعضاء من الحوار الوطني يشاركوا في وضع الرؤى والأهداف، ولا ممكن يكونوا مشاركين داخل المجلس يعني اللي هو يتم تشكيله، ولا خلاص هو التشكيل؟ لا انا هقول لحضرتك، هو مشروع القانون في التشكيل وفي ادوار المجلس وفي اللوائح والحاجات المنظمه للمجلس، ده مشروع القانون تمام، هيتم عرضه على زي حوار مجتمعي لان الحوار الوطني مين موجود فيه؟ خليني مثلا اتكلم على مستوى لجنه التعليم اللي كانت منعقده يوم الخميس اللي فات. مين كان موجود؟ كان موجود يعني تمثيل لجميع الأحزاب السياسية والكيانات السياسية الموجودة على الساحة، كان في تمثيل لأحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة، كان في تمثيل للمعلمين، كان في تمثيل لنقابة المعلمين، كان في تمثيل كمان للخبراء التربويين، كان في تمثيل لأولياء الأمور والمواطنين والطلبة. فدي فرصة قوية جدا، فرصة كويسة جدا إن احنا ناخد كل الآراء حول مشروع القانون. بالمناسبة هو مشروع القانون بيبقى قابل للإضافة وقابل للتعديل، وبالعكس كل ما تبقى الآراء كتير كل ما يطلع مشروع قوي، كل ما يطلع مشروع ثري بمحتواه. فده فيما يخص يعني المجلس ده جه علاج لكثير من التحديات. احنا بنتكلم عن حوار، واسمحينا نشارك الناس ونسمع رأيهم في مشاكل التعليم، وحضرتك تعلقي على هذه الآراء. نتابع. دي خطوة حلوة طبعا، لأنه يعني أنت تهتم بالتعليم وبالصحة، وبعد كده بتسيب الشعب نفسه أو بتسيب يعني الطفل عموما أو الشخص
هو يبتدي يشق طريقه بقى ويعتمد على نفسه، فانت بتبني الزرع يعني. اهم حاجه الدوله عشان تنجح لازم تدور عليها التعليم والصحه، فلو احنا ظبطنا الحاجتين دول كل حاجه هتظبط. فمشكله التعليم دي مشكله رئيسيه لازم تتحل الاول عشان نبني عليها جيل كامل. المناهج كويسه جدا، بالنسبه للمناهج يعني انا كواحده بقرا المنهج بتاع سنه خمسه، ابني في سنه خمسه، المنهج جميل جدا ويعني كوزاره حاطاه كويس. احنا عايزين جامعات اكتر، التكنولوجيا تبقى اعلى شويه. شايف ان هو ان دي حاجه كويسه جدا ان هم بيحاولوا يعالجوا المشكله، ان هم بينزلوا يشوفوا راي الشعب ايه، بيجروا يشوفوا راي الطالب المصري ايه. استاذه رشا، ايه تعليق حضرتك؟ ده ان كان ينم عن شيء فينم عن يعني وعي الشعب المصري. هو عارف كويس جدا عايز ايه، يعني كله بيتفق ان التعليم لابد ان يكون اولويه، التعليم والصحه والتعليم يعني في الحقيقه يعني محتاجين تمويل، خلينا نعترف يعني. طبعا، وده من التحديات المهمه جدا يعني. خلينا نقول على الرغم يعني، بما اني بقى نائبه في لجنه التعليم والبحث العلمي، كنا الفتره اللي فاتت بنناقش الحساب الختامي لوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني والتعليم بشكل عام، وكمان الموازنة الجديدة. ففي الحقيقة لا، الموازنة زادت، وعلى الرغم من ده لا، لسه عندنا مشاكل كتيرة جدا، ولسه حتى ما وصلناش لنسبة النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم. ففي الحقيقة عشان تحدي التمويل، احنا كنا كتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين إحدى الأطروحات إن احنا عرضنا أو اقترحنا إن يكون في يعني بدائل أو وسائل مساعدة لموازنة الدولة المصرية. إيه كانت التوصيات بتاعتنا؟ فيما يخص محور التمويل، احنا زي ما قلت لحضرتك في الاول، تشجيع القطاع الخاص ان هو يدخل يستثمر في التعليم. حاجة تانية ان احنا يعني اقترحنا اقتراحات كتيرة في مجلس النواب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. الاقتراحات دي من شأنها ان هي توفر موارد مالية للوزارة، من شأنها ان هي تخلي الوزارة تقدر تدير حتى على الاقل وتستثمر أصولها هي ما تمتلكه من موارد. وبناء عليه احنا كان لينا توصية ان يتم استحداث وحدة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكون معنية بدراسة الوضع الاقتصادي للوزارة وإدارة موارد الوزارة واتخاذ القرارات الاقتصادية الخاصة بالوزارة. هل ده هيبقى فيه تعارض ما بين عمله وعمل الوزارة؟ خالص. الفكرة ان المجلس الوطني للتعليم والتدريب هو هيدير العملية التعليمية، لان احنا برضو محتاجين نبص كده في المشهد، من الذي من الجهات المعنية بالتعليم في مصر؟ مين شغال في التعليم دلوقتي؟ ده انا مثلا خلينا نتكلم حتى على مستوى التعليم قبل الجامعي، كلم عندنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كلم عندنا الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ودي هيئة منشأة من 2006، يعني بنتكلم دلوقتي تقريبا في 17 سنة، وحتى الآن لم تقوم بالمهام الموكلة ليها. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى ما وصلتش 20% من المهام الموكلة ليها. عندنا كيان مهم جدا في ضوء إن إحنا عندنا تحدي قصور التدريب المهني للمعلمين، وهو كيان الأكاديمية المهنية للمعلمين. ده كيان موجود ليه فروع في كل محافظات الجمهورية. أنا في تقدير الشخصي بشوفه إن هو طاقة مهدرة لا تقوم بدورها، يعني كل اللي بتعمله تدريبات يعني سورية مقتصرة فقط على منح الترقيات. طب ليه أنا عندي كيان، ليه ما شغلهوش، ليه ما استثمرهوش استثمار أمثل؟ فكان دي توصية لينا برضو إن إحنا نعمل تعديل تشريعي فيما يخص الأكاديمية، بنطالب بإعادة هيكلتها. بص، مهم جدا التدريب، تدريب جداً. المعلم على التكنولوجيا الحديثة وعن حقيقي التدريس. واستمرارا بقى لده، عندنا نقابة المهن التعليمية، نقابة المعلمين. النقابة دي المفروض معنية بدعم المعلم، معنية بالدفاع عن المعلم، معنية بكل ما يخص قضية المعلم. إعادة هيكلة بمعنى الأصح. لا، النقابة دي في حاجة غريبة جدا، إن أنا لما ببص على القانون بتاعها، قانونها من 1969، من أيام الاتحاد الاشتراكي، ما حاجة عيب قوي
ان هو لا يليق بالجمهوريه الجديده ان احنا يبقى عندنا قانون المعلم اللي هو اساس العمليه التعليميه يكون من 1969. وبرده احنا مقدمين مقترح وتوصيه وقدمناها طبعا في الحوار الوطني ان يتم اعاده تعديل او تعديل قانون نقابه المهن التعليميه. وبالمناسبه برده مقدمين مشروع قانون في مجلس النواب يعني عن تنسيق الشباب والاحزاب السياسيين لتعديل هذا القانون. يبقى اذا لب القضيه هو المعلم، تعديل احوال المعلم من الممكن يتم يكون دي بدايه لتحسين احوال التعليم. طبعا ركن ركين، ركن ركين من اركان العمليه التعليميه المعلم، ولكن ما ينفعش احسن وضع المعلم واسيب المناهج واسيب المدارس واسيب الطالب ما رجعلوش تاني شغفه وما عملوش انشطه مدرسيه تبقى موجوده في مدرسه. فهو يعني المشكله دي تتحل زي مشكله التعليم تتحل زي ان احنا نشتغل في كل المحاور مع بعضها، ما نركزش على محور ونسيب الباقي. بس على ذكر ان احنا بنركز في محور ونسيب التاني، دايما بيبقى التركيز على ازاي نعلي من المدارس الحكوميه والطالب لانه بيعاني في المدارس الحكوميه، وبنتجاهل المدارس الخاصه والمدارس الدوليه رغم انها على ارض مصريه. فبالتالي بيبقى في نوع من التجاوزات. حقيقي وانا متفقه جدا مع حضرتك. عايزه اقول بس ان القطاع الخاص والمدارس الخاصه ده نمط تعليمي مهم جدا وجوده عندنا في مصر، لانه في الحقيقه يعني شايل كتير، متحمل كتير، نمط موجود في كل دول العالم بالمناسبه. نمط المدارس الدوليه نمط كويس جدا بس برضو محتاج مزيد من الرقابه من وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني على هذه المدارس. عايزين نعرف ولادنا، ما الولاد اللي جوه المدارس دي دول ولاد مصريين، فاحنا لازم نبقى عارفين هم بياخدوا ايه، بيدرسوا ايه، يبقى عندنا اليات المراقبه والمتابعه. هل ده هيتم مناقشته؟ لان دايما طبعا دي كانت من جانب الوزاره ان هم ما لهمش دعوه بالمدارس الدوليه. دي كانت توصيه ان يبقى في اليه للرقابه على المدارس الدوليه وايضا المدارس الخاصه، ويبقى عمليه التعليم تبقى يعاد صياغتها، يعني منظومه التعليم قبل الجامعي يعاد صياغتها في مصر. يعني دلوقتي احنا في شفافيه شديده في يعني انا عايزه اقول لحضرتك ان في الحوار الوطني لا خطوط حمراء. جلسات يعني كاشفه وكلها مصارحه، فخلاص مفيش حاجه اباء وامهات فعانوا بالظبط وشافوا كتير. وبعدين احنا بنتكلم عن التعليم، فاحنا بنتكلم لو على مستوى الافراد فاحنا بنتكلم ان هو قضيه بتهم كل مواطن مصري. بنتكلم على مستوى الدول فاحنا بنتكلم ان هو الف ب تقدم اي دوله ان يكون في نظام تعليمي قوي. بنتكلم ان يعني مفتاح حل كل القضايا السياسيه اقتصاديه اجتماعيه هو التعليم. فلا احنا بنتكلم في قضيه مصير وطن وهي قضيه التعليم. واحنا بنطالب بتغيير المناهج التعليميه، ده جزء مهم جدا. والحشو يقل، هل هيتم اختيار من يقوم بكتابة المناهج التعليمية؟ أعتقد إن احنا عندنا خبراء تربويين، عندنا أساتذة مناهج أقوياء جدا لابد من الاعتماد عليهم. فكرة إن احنا نجيب شركات من بره، لا أنا ضد ده تماما. هو حصل في فترة من الفترات ولكن أنا ضده تماما. لا احنا عندنا يعني عندنا نماذج قوية جدا، عندنا كوادر محترمة جدا في مجالات التربية وفي مجالات المناهج، في مجال إعداد المناهج. ف دول اللي لابد من الاستعانة بيهم. مع الأخذ في الاعتبار طبعا لازم مواكبة التغيرات والتطورات اللي بتحصل على مستوى العالم. ومش بس كده، يعني احنا نشوف احنا محتاجين ايه. احنا دلوقتي الطفل الصغير في أولى ابتدائي يعني أشطر مني وأشطر من حضرتك وأشطر من الكبار في مجال التكنولوجيا والحاجات دي، فاحنا لازم ندخل له ده في المناهج التعليميه. عندنا ظروف اقتصاديه صعبه، نظام فكر وليس حفظ. بالظبط، عندنا ظروف اقتصاديه صعبه لازم ندخله بقى فكره التثقيف المالي. دلوقتي الولاد قاعدين طول اليوم يسمعوا عن مصطلحات اقتصاديه سواء في التلفزيون سواء حتى احنا مننا من المواطنين العاديين او حتى من المختصين في اي نقاش يسمع دايما ان في لا احنا ندخله الحاجات دي كبسولات كده، قضايا متضمنه في المناهج، مع برضو تاني عدم اغفال سؤال اخير. من احنا التعليم جزء من الحوار الخاص اللي هو الحوار المجتمعي داخل الحوار الوطني، في قضيه اساسيه منه اللي هو التنميه السكانيه، واحنا عندنا طبعا ازدياد في عدد السكان، ففي اطروحات بتقول ان المفروض ان تضاف كماده اساسيه داخل التعليم الاساسي. حضرتك مع هذه الرؤيه؟
لا انا مش مع هذه الرؤيه خالص. انا مش مع ان انا اجيب الحاجه واحطها بالمعلقه للطفل او للطالب او للتين. لا احنا ممكن ندخلها قضايا متضمنه. لازم طبعا وعي بالقضيه السكانيه لازم ولازم ولادنا من وهم صغيرين يبقوا عارفين ده. بس انا مش هاجي اقول له لا خد بالك القضيه السكانيه انت لازم تحل القضيه السكانيه واحد اتنين والا كنا حليناه. تمام. لكن لا لازم تبقى حاجات متضمنه ياخدها في العربي ياخدها في الرياضيات ياخدها في العلوم ياخدها في الدراسات يلاقيها حاجات متضمنه في المنهج. وده اعتقد يعني انه تحدي قوي جدا قدام خبراء المناهج وخبراء تطوير المناهج اللي وضعها بطريقه شيقه ما تكونش بالظبط مش بشكل مباشر يعني. ده صحيح. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا الاستاذه رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. نورتينا يا فندم. شكرا جزيلا. ميرسي خالص. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير انتظرونا. أهلا بكم من جديد. إذا كنا نتحدث على أن العلم هو له دور أساسي في حل كل القضايا الشائكة، فبالعلم أيضا تحل مشكلة الزيادة السكانية. فقط تحتاج مصر إلى استغلال العدد الكبير للسكان بطريقة فعالة وذكية لتحقيق التنمية المستدامة وتجاوز التحديات المتعلقة بالتهام مواردها. موضوع نمو السكان ده موضوع مهم أوي أوي أوي، ومن فضلكم يعني ساعدونا فيه في كل ونتفهمه كويس قوي. واهلنا في الريف واهلنا في الحضر واهلنا في كل مكان صدقني اكتر من طفلين مشكله كبيره جدا. تعد مصر واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم، يتجاوز عدد سكانها نحو 104 ملايين نسمة، كما تعد ضمن الدول الأسرع في الزيادة السكانية، حيث حققت زيادة قدرها نحو 750 ألف نسمة خلال 180 يوما مضت. وفق هذه الإحصائيات تكون في المرتبة الأولى عربيا. الزيادة السكانية تشكل تحديا كبيرا، حيث أن أضرارها تمس الفرد والمجتمع وتلتهم جهود التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، كما أنها تقف عائقا أمام جهود العمل الجبارة داخل الدولة، وتسبب مشكلات أخرى عديدة من بينها التلوث والازدحام المروري، وتمثل عقبات رئيسية أمام جهود الدولة في تنمية ملفات الصحة والتعليم والدعم للفرد والأسرة. ومن أجل السيطرة على أزمة الزيادة السكانية، أطلقت الدولة المصرية برامج تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية وإبطاء عجلة النمو السكاني. ويأتي مشروع اثنان كفاية ضمن تدخلات رئيسية التي تتخذها الحكومة، كما شاركت الحكومة ومجلس النواب في مناقشة مفتوحة بالحوار الوطني للتوصل لحلول عملية القضاء على هذه الأزمة. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ارحب الان بضيفي الاستاذ الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحه والسكان شؤون السكان وتنميه الاسره، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم في البدايه، احنا وصلنا في هذه الفتره لكم عدد من السكان؟ احنا نقول ان يوم 1/6 عدد سكان مصر وصل ل 105 مليون. طب مصر لما نشوفها كده على خريطه العالم احنا بنحسبها ازاي؟ بس احنا نقول
مصدر هو الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحساء. بعد كده لو عديتي ناحيه الجهاز هتلاقي ساعه مكتوب فيها عدد السكان. بتجري على طول. بتجري ليه؟ هي دي بتحسب حاجتين، عدد المواليد، لما بنطرح منهم عدد الوفيات بيطلع لك عدد السكان. طب نقول مصر على خريطه العالم فين؟ انت الدوله الاولى عربيا في عدد السكان، الثالثه افريقيا، ال14 عالميا. طب احنا كل يوم بنولد كام طفل؟ بنولد حوالي 5982 مولود كل يوم. يعني كل 14 ثانيه بتولد لك مولود، كل 14 ثانيه بتولد لك مولود. طب احنا السنه اللي فاتت اتولد كام مولود؟ اتولد 2,183,000 مولود. حضرتك بعض الدول اللي جنبينا نفس عدد سكانها. يعني احنا كل سنه بنولد دوله جديده، بس اكيد بدون موارد تكفي كل هذا العدد. يعني لما اقول لحضرتك ان احنا في اخر سنه ولدنا 2,183,000، ده عدد كبير جدا، وده اللي بيعمل دايما ضغط على الموارد. عشان كده ما احنا بنقول في حاجه اسمها ايه؟ سباق السكان والموارد. احنا بنقول السكان واحد من عناصر القوه الشامله للدوله. ان عندك سكان دي ميزه، بس المبدا ده مش مطلوب. المبدا ده مشروط ان الزياده السكانيه ما تتجاوز قدره الدوله على توفير الخدمات بطريقه مناسبه، ما تاثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعيه. لا، انت عندك هنا في مصر زياده سكانيه غير منضبطه، ضغط على موارد الدوله، فبالتالي بتاثر على الخدمات المقدمه. طب وايه الحل؟ يعني هل في يعني ان احنا نركز على بعض المحافظات اللي هي الاكثر عدد في السكان او الاكثر انجابيه؟ حضرتك لفتت النظر لحاجه مهمه جدا، وخلينا نقول بقى تعريف كده مع بعض. المحافظات الاكثر فقرا هي الاعلى محافظات في الاميه وتصرف التعليم، هي الاكثر انجابا. يعني افقر محافظات في مصر دي اللي هتلاقي فيها اعلى نسب أمية وتصرف التعليم، يعني خصائص سكانية وحشة، وديولت أكتر محافظات بتخلف. طب المحافظات دي موجودة فين؟ عندك طبعا محافظات الصعيد، أسيوط، سوهاج، إنمنيا. فبالتالي كل ما لو هنقول هنبدأ أو نكون مركزين أكتر، هي طبعا في المحافظات الأكثر إنجابا، لأن هي دي اللي تجيب لك نتائج أسرع. فبالتالي نقول محتاجين طول الوقت إن احنا نشتغل. بس خلينا نلفت النظر لحاجة، نقول القضية دي هي مش قضية وزارة واحدة ولا قضية مجلس واحد، هي قضية شعب وطن. فبالتالي لازم تتضافر دايما كل الجهود. يعني أنا بقول إن احنا في حرب، حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطة قد يكون موروث جوه الدماغ المصرية، إن العيال أسوأ وهاتي عيال واحد واثنين وثلاثة وأربعة والعيال هيفيدوكي، أو موروث جوه الدماغ المصرية إن الولد أحسن بالبنت. فأنت لو عندك بنت واثنين وثلاثة لسه بتدوري عليها. هي ثقافة مجتمعية في بعض الفئات. هي في الأساس هي قضية مجتمعية. أو قد يكون موروث جوه الدماغ إن هاتي العيال ورا بعض عشان تستريحي، فما تعمليش مبعدة بين الحمل والتاني، وده اللي يأثر بعد كده على صحة الأم. لو في بعض السيدات بتحب مثلا تقول لك الحقي قبل سن 35، يعني بيتقال مع بعض بينهم وبين بعض، يعني يعني هو نوع من الثقافة المجتمعية. هي في الأساس هي قضية. بس خلينا نعترف إن إحنا منذ الصغر بنسمع إن إحنا عندنا مشكلة سكانية، مشكلة سكانية. مفيش حل. خلينا نقولها إن إحنا الملف ده ورثناه من الجيل اللي قبلينا، والجيل اللي قبلينا ورثوا من الجيل اللي قبلينا. حان الوقت واحنا على عتاب الجمهوريه الجديده ان احنا ناخد قرار ان الملف ده مش هنورثه للجيل اللي بعدينا. وهقول لحضرتك حاجه، الملف ده مش ده الملف بس الوحيد اللي احنا ورثناه. حضرتك لو فكرتي في قضايا كتيره موجوده في مصر، لما تقولي مثلا مشكله الاميه، ما هو ده ورثينه من الجيل اللي قبلينا. فحان الوقت واحنا بنتكلم ان مع الجمهوريه الجديده ناخد قرار ان احنا مش هنورث ملفات. بس ده محتاج ومحتاج لآليات. ايه هي بقى؟ هقول لحضرتك دايما عاوز تحلي اي مشكله عندك، دايما بقول للاساس كلمه اسمها الحوكمه. ان انا يبقى عندي دايما متابعه وتقييم وشفافيه ومساءله. وزي ما قلت لحضرتك الكلام اللي انا بقوله ده مش ينطبق على الملف ده بس، على اي ملف عندك انت ورثاه. ما هو الملف اللي عندك اللي انت ورثتيه ده ورثتيه عشان ما قفلتوش. فالنجاح الحقيقي ان احنا نقفل الملف ده وان احنا نقدر نقفله تماما. بس دايما باكد مش هتعرفي تعملي بوزاره واحده ولا بمجلس واحد، محتاج تستخدمي كل الاسلحه. يعني في الحرب انت محتاج تستخدمي كل الاسلحه، قد يكون واحد من اقوى الاسلحه اللي هو الاعلام. بس في بعض الاحوال ممكن اقول لحضرتك ساعات في مصر القضيه دي ممكن تبقى موسميه، انا محتاج طول الوقت خطاب اعلامي مختلف لان احنا بنقول احنا كنا الاول بنقول كذا 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 وكانت بتؤثر. ما هو الجمهور المستهدف اتغير والفكر اتغير وكل حاجه بتتطور، فاحنا لازم نغير برضو الرساله. تغير الرساله وحتى طريقه الوصول للجمهور. واقول لحضرتك حاجه، حتى المدخل نفسه، ويمكن ده اللي وزاره الصحه والسكان مركزه عليه الفتره الجايه، اللي هي فكره المدخل الحقوقي لصحه الام والطفل. يعني انا لما تعالي فكري كده بدماغ الست المصريه اللي قاعده في افقر قريه في مصر، ممكن ما يعنيهاش لما تقول لها والله خلي بالك
ان الخلفه الكتير والزياده السكانيه هتاثر على نصيب الفرد من الميه او الدخل. هي بالعقل كده هتقول لك يعني هو ابني ده الزياده الرابع ولا الخامس فوضى اللي هتزعل مصر. بينما اللي محتاجين نركز عليه وده دايما اللي بينا نركز عليه فكره ان انا اشرح لها انت هتستفيدي ايه لما تنظمي اسرتك، انت هتستفيدي ايه لما تجيبي بس طفلين وما تجيبيش ثلاثه او اربعه. يعني في بعض المعلومات البسيطه اللي بينا نركز ان احنا نحطها، يعني نقول للست كده انت عارفه لو الست حملت ولدت وحملت تاني على طول بعد فتره مبعده اقل من سنتين، يعني بين الاخ واخوه اقل من سنتين، احتماليه وفاه الطفل ده 7 أضعاف لو هي كانت عملت فتره مبعده اكتر من 4 سنين. فبالتالي دي رساله تقول للست اعملي مبعده من الطفل التاني. خلي بالك ده عكس الموروث المصري اللي هو هات العيال ورا بعض عشان يكبروا مع بعض وتنبسطي. فكره العيال عزوه، هي العيال عزوه. الشعارات دي لو تختلف وتتغير يعني اكيد ده محتاج بقى زن على الدماغ طول الوقت. حاجه تانية معلومه برضو بنتاكد دايما عليها، فكره السلوك الانجابي عالي الخطوره. يعني ايه سلوك انجابي عالي الخطوره؟ يعني انت لما تحملي ده ممكن الحمل ده يبقى فيه خطر عليكي او على المولود. دي بتحصل في 4 حالات، لو عمر الام اقل من 18 سنه، يعني زوج اطفال، يعني اللي اتجوزتي بنتك في سن صغير، او عمر الام كبير اكبر من 34 سنه، او ان المسافه بين الطفل والتاني اقل من سنتين يعني مفيش مبعده، او ترتيب الطفل ده اكتر من الثالث، يعني واحده ولد لها ده العيل الرابع او الخامس. انت عارفه طبقا لنتائج المسح السكاني الاخير لمصر اللي هو 2021، نتائجه اعلنت في 2022، 77% من السيدات المتزوجات في مصر عندهم احتماليه ولاده طفل بعامل خطر، ده ممكن يبقى عامل خطر ان الطفل نفسه هو اللي يموت. فدي الرسائل اللي هي طول الوقت ابتدينا نركز توعيه يعني ده اساسها، لان هو تعرف في الاخر قرار الانجاب هو قرار شخصي. طب هل التوعيه افضل ولا الحوافز؟ هقول لحضرتك نفس الاجابه، احنا في حرب، استخدمي كل الاسلحه. توعيه، الحوافز الايجابيه، ويمكن خلينا نقول دايما ان التجارب الدوليه استخدموا حوافز ايجابيه وكان في حوافز سلبيه. الدوله المصريه اختارت ان هي تستخدم سلاح الحوافز الايجابيه. بس هقول لحضرتك حاجه، محتاجين مش بس اقول لحضرتك ان الحوافز اللي هتحلها ومش الاعلام بس اللي هيحلها، لا ده انت محتاجه كمان لما نقعد نفكر، ده انت محتاجه بقى خطاب ديني معاصر طول الوقت يرد هو العيل ده هيجي برزقه ولا العيل ده هنسأل عليه يوم القيامه، هو انت جبت العيل وربيته لي في الشارع يشقى في الدنيا ولا علمتيه كويس وربيتيه كويس؟ فمحتاج خطاب ديني يشرح للناس. يعني هو حتى لما انت يتقال لك ان انت فرقوا بين الاطفال في المضاجع، ما هو انت بالعقل، ما انت لما تجيب لي 4 أو 5 عيال انت اكيد ما عندكش في بيتكم 4 أو 5 أوض تحط كل عيل في اوضه لوحده. فبالتالي محتاج خطاب. ما عندناش برضه يا دكتور فكره ان المحافظه على التعليم الجيد والاسلوب الجيد والتعامل الجيد مع الابناء، لان ده مهم جدا. يعني حتى ان في بعض الدول الخارجيه لو لقيت الام او الاب لا تحسن التصرف مع الابناء بيسحبوا منها الاولاد، فالفكر ده بيبقى دايما عندهم احساس ان هم في مسؤوليه تجاه الابناء. احنا عندنا في بعض الاباء والامهات في بعض المحافظات وبعض القرى لا يوجدون التصرف مع الابناء، وعشان كده دايما براهن على اهميه التعليم. واقول لحضرتك احنا عندنا في مصر في مشكله في الارقام. عارفه ان حضرتك لو دلوقتي مثلا عندي 5 محافظات في مصر نسبه الاميه بين البنات والستات في المحافظات دي تتجاوز ل 40%، يعني بعض المحافظات توصل ل 45% نسبه الاميه بين البنات والستات. حضرتك انا بكلمك على ست مش عارفه تقرا وتكتب. فبالتالي حضرتك لما نقعد نفكر حتى الست عشان تفهم الرساله الاعلاميه، كل ما مستوى تعليمها اعلى كل ما تفهم الرساله الاعلاميه احسن. حتى عشان تفهم الوسيله تستخدم ازاي، كل ما المستوى التعليم. فدايما انا بقول ايه، تمكين المراه هو الحل. بس يعني تمكين المراه يعني الاول هتعلميها، وبعد كده حتى وجد كمان ان الست كل ما هتتمكن اقتصاديا وتشتغل ويكون ليها مصدر رزق، كل ما هي هتتحكم في قراراتها في حياتها، كل ما الست دي هي اللي هتختار هي هتتجوز امتى، هل يا ترى دي هيخصبوها انها تتجوز وهي عندها 14 15 سنه ولا تتجوز في الوقت اللي هي شايفاه ان هو مثالي ليها، وتعرف تختار صح، تختار شريك حياتها صح. طب ولما تتجوز هل يا ترى تقول انا اجيب الطفل الاول على طول ولا ممكن حياتي مش مناسبه دلوقتي ان انا اجيب الطفل الاول فممكن اجل سنه واثنين وثلاثه؟ طب جبنا الطفل الاول، طب ما انا اكيد ظروف الشغل ما تسمحليش ان انا اخد اجازه اطول من كده، فانا ممكن اعمل فتره مبعده كذا سنه وبعد كده نجيب الطفل الثاني. وبعد ما تجيب الطفل الثاني تقولي لا خلاص انا عشان عندي مستقبلي وبفكر في حياتي المهنيه. فبالتالي تمكين المراه هو اقوى سلاح عشان تزداد ثقه في نفسها، وبالتالي هي يكون لديها القدره على اتخاذ. بس عشان قبل ما تبداي تمكين المراه لازم تبداي تعلميها. عشان كده دايما اقول لك ايه، مرتبطين ببعض، مرتبطين ببعض. واقول لحضرتك احنا لما نقول مثلا ان احنا كان في المحور المجتمع الحر الوطني كان الجلستين في نفس الوقت كانوا اهم ضيفتين. طبعا كان التعليم مرتبطين والزياده السكانيه والاثنين مرتبطين ببعض. انا قلت لحضرتك ايه، التعليم هو اهم سبب للزياده السكانيه
هو التسرب من التعليم والأمية. ليه؟ البنت اللي مش هتكمل تعليمها، ما هي لما عندها 11 سنة 12 سنة ما كملش تعليمها هتعمل ايه؟ هتروح تتجوز. فلما تتجوز وهي عندها 12 سنة على سن ال 20 تكون جابت لك 4 أو 5 عيال. وحاجة تانية بقى، لو عايزين نشوف القراءة أكثر عمقا، علاقة التعليم ايه بالزيادة السكانية؟ الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري شخصية مصر لخص حل لكل مشاكل مصر في عبارة واحدة، قال لك فتش عن السكان. يعني ايه فتش عن السكان؟ هو كان شايف ان دي المشكلة الأم أو المشكلة المفتاح. يعني ايه المشكلة الأم؟ كان بيقول لك ان دي المشكلة اللي ولدت لك كل المشاكل اللي عندك في مصر. يعني لما تقولي مثلا هو انا ليه عندي مشكلة في جودة التعليم في مصر؟ اقول لحضرتك ان انت كان عندك الزيادة السكانية الغير منضبطة في فترة اكبر واقوى من قدرة الدولة على بناء مدارس وفصول وتوفير معلمين، فده قلل لك جودة التعليم، خلى لك كثافة الفصول عالية، قلل لك جودة المعلم نفسه. طب يعني ايه المشكلة المفتاح؟ دي المشكله اللي لو حلتيها هتحل كل مشاكل مصر. فهو كان دايما يقول لك ايه؟ السكان اولا، السكان والا فلا. يعني قبل ما عاوزه تحل كل المشاكل ابداي بالمشكله دي. طب بالنسبه للسكان بقى، خلينا نسمع منهم هم رايهم ايه في هذه القضيه ونرجع نكمل مع حضرتك. تتابع لازم نبتدي من المدارس، نبتدي نوعي الناس يعني ايه زياده سكانيه، يعني ايه خطورتها. ولا انا شايف الدوله ابتدت تتحرك فيها المجتمعات الجديده زي مثلا العاصمه الاداريه، المدن الجديده اللي بتبني. الزياده السكانيه طبعا ضرر كبير على المجتمع المصري، ان هم 2 أو 3 بيحس فعلا ان هو يعرف ياكلهم، يعرف يشربهم، يعرف يعيشوا عيشه محترمه. كل ما العدد زاد طبيعي انت مش هتقدر تركز معاهم كلهم، ولا في تعليمهم ولا في صحتهم ولا لا. لكن الموضوع حله، يعني هو حله كان معروف، حله من زمان يا جماعه. يعني الموضوع مش بالعدد، مش بكتر الخلفه. 2 اصحاء كويسين متعلمين كويس احسن من 10 مش متعلمين كويس، او 10 صحتهم مش كويسه، او 10 مهملين، وفي نفس الوقت 2 تفتخر بيهم احسن من 10 يعني ما تعرفش هم هيشتغلوا ايه ولا حاجه. كل اسره طفلين وبعد كده يتحاسب بعد كده. بجد انا بتمناها حاجه زي كده، او يعني من غير ما يتحاسب ممكن نديله اوفر، نديله حاجه. انك انت لو هتخلف طفلين لك مميزات، بجد يبقى ده حاجه جميله جدا، ويا ريت تطبق. ولو طبقت انا معاه والناس كتير قوي معاه. اتفضل، ايه راي حضرتك؟ التقرير مهم وغطى كذا نقطه. يمكن حد حضرتك يتكلم عن جهود الدوله في بناء المدن الجديده، ويمكن اقول لحضرتك معلومه كده، ان لغايه كذا سنه كنا احنا قاعدين على مساحه مصر على اقل من 7% من مساحتها. دي تعمل اعاده توزيع الخريطه السكانيه، فبالتالي تقلل من التكدس. الجوله عملته في اخر كام سنه، انت رسمتي خريطه مصر، مساحه مصر المقهوره ضعفت. انا كنت اقل من 7%، دلوقتي انا بقيت حوالي 13.7 من مساحه مصر مقهوره. طب وانت كنت بتعملي الكلام ده ليه؟ عشان زمان انا عدد سكاني قاعد بيزيد وانا قاعد على مساحه واحده، فده بيحصل يؤدي الى زياده الكثافه السكانيه، يعمل لك بقى ثقافه الزحام الموجوده. فده دور الدوله، ان انت لما بتدي العاصمه الاداريه وبتبني المدن الجديده فانت بتعيدي رسم خريطه مصر. اتكلموا برضو عن التعليم، وده مهم جدا، ويمكن الدور ده دلوقتي وزاره الصحه مركزه فيه مع المجلس القومي للسكان، مع وزاره التعليم العالي والتربيه والتعليم. فكره ان احنا بقينا نشوف قصه المناهج التعليميه ما قبل الجامعي والجامعي، ان انت تحط فيها مناهج سكانيه. يعني مناهج سكانيه؟ هو مهم جدا ان طبعا الطالب يدرس العربي والانجليزي والدين والتاريخ والجغرافيا، بس انت لسه ما علمتوش هو هيعيش ازاي، ما علمتيش البنت هي دي صحتها ازاي تهتم بيها، ايه التغذيه المناسبه. فبالتالي من اقوى الاسلحه عشان تخلقي بقى جيل مختلف. يعني هو حضرتك الاعلام يحل لك دلوقتي وقتي، انت بتحاولي تغيري الفكر، بس تخيلي بقى حضرتك لو دخلنا في مناهج التعليم، ده انت هتخلقي جيل من طالع اصلا من هو صغير، اما يقرا في كتاب المدرسه ولما تقرا في المناهج الجامعيه عن اهميه بقى المبعده من الحمل الثاني، وعن فكره تنظيم الاسره، وازاي تقيدي دايما رسائل توعيه وتطمين ان زي الوسائل دي امنه وفعاله، وان الاسره الصغيره دي تساوي حياه افضل. بس احنا لسه متفقين من قريب او لسه دلوقتي داخل الحوار، ان التعليم او الناس المتعلمه بتكون اقل عرضه للي هي زياده السكان، ما اوريدي عندهم وعي بهذا الموضوع. مهم انك طول الوقت حتى تفكري، وحتى انك تطمني الناس، لان خلي بال حضرتك ده فكره الخرافات والاشاعات دايما منتشره في المجتمع المصري. يعني ليه؟ انت ممكن حضرتك تلاقي مثلا بوست على الفيسبوك قاعد بيلف، واحده تكتب تقول لي ده انا في دكتور شغال في مستشفى اورام قال ان السبب الرئيسي لسرطان الثدي في مصر هو راس منع الحمل، ترعب لك الناس من استخدام المسمى الحمل. طبعا. بينما لو هي واحده بقى
دارسه الكلام ده وقريته. وانا كدوري بقى كدكتور ميسا انا حتى ارد اقول ان وسائل منع الحمل امنه وفعاله. يعني ايه امنه وفعاله؟ امنه يعني ما بتجيبش امراض. يعني هل يا ترى راس منع الحمل يجيب سرطان؟ لا. هل يا ترى راس منع الحمل مثلا بتخن الست وتنفخ لها جسمها؟ لا. ويعني ايه فعاله؟ يعني لو استخدمتي الوسيله صح مش هتحملي. بينما في مصر دايما هتلاقي حضرتك الخرافات والاشاعات، تلاقي مثلا انا بشوفها كدكتور نسا ست حملت ولدت قاعده في البيت مامتها جنبيها تديها حلاوه ومغات، فالست تاخد راس منع الحمل وتقول يا دكتور ده انا خنت من الراس، او لا لا حضرتك ما تخنتيش من الراس، حضرتك تخنتي عشان قاعده تاكلي حلاوه ومغات وما بتتحركيش من البيت وما بتلعبيش رياضه. بينما لما تبني بقى في الجيل من هو تحت ثقافه ان احنا عاوزين بناتنا من هم صغيرين يهتموا بصحتهم يلعبوا رياضه، نبعد عن ثقافه الفاست فود والجنك فود، يعني تحاولي انك تبني الانسان مظبوط. وفي دايما حتى ارتباط بين المباعده من الحمل والتاني ومن صحه الطفل. اقول لحضرتك ما هي تعالي فكري، الست حملت ولدت لو حملت تاني على طول الطفل اللي هي كانت لسه والده من شويه ده ما هي مش هتركز معاه دلوقتي بقت مشغوله في الحمل، ايه اللي هيحصل؟ هتاكل العيل ده اي اكل غني بالسعرات الحراريه فالولد ده يبقى عنده بدانه، تاكله اي اكل ما فيهوش بروتين ولا كالسيوم وفيتامين د يجي له تقزم، ولما يجي يكبر ويجي يقدم كليه حربيه الفضول يقول ده عنده تقزم وجسمه مش مظبوط، تاكله اي اكل ما فيهوش حديد فيبقى عنده انيميا، انيميا يعني ما فيش اكسجين وصل لدماغه، لما يروح المدرسه يبقى تحصيله الدراسي ضعيف. ان في ناس لغايه دلوقتي بتقول لك ان وسائل منع الحمل حرام وتنظيم الاسره حرام، وعشان كده بقول باكد بحرك دايما فكره انك عاوزه خطاب ديني معاصر دايما يبين للناس ان هي الفكره مش في العدد، لا ده هو، ويبين للناس ان الاطفال دي مسؤوليه هنتحاسب عليهم ايه. واقول لحضرتك حاجه، تعالي نفكر، ما هو كان حد يقول لحضرتك ما احنا من 50 سنه كان الواحد بيخلف بالسبعه والثمان عيال والعيال زي الفل وكويسين، بس نقول دلوقتي تكنولوجيا وحروب الجيل الرابع خلت مسؤول تربيه الاطفال صعبه جدا. ده هو انت هتجيبي منين وقت عشان تتابعي ابنك وتشوفي هو بيتفرج عليه؟ لا هو رساله، لو الواحد امن ان دي رساله ربنا هيحاسبه عليها يوم القيامه فلابد ان هو هيركز فيها بالظبط. تقسمي وقتك على اثنين ولا على اربعه؟ وقت المذاكره اللي انت هتذاكريه ذاكريه الاثنين ولا اربعه؟ الاهتمام والحنان والاهتمام يتوزع على اثنين ولا على اربعه؟ التشريعات القانونيه اللي حضرتك طالبت بتعديلاتها داخل الحوار الوطني، احنا بنركز كان دايما على الحاجات اللي تؤدي لزياده السكانيه، يعني سواج الاطفال. انت لغايه دلوقتي عندك في مصر مشهور جدا ان يعني المأذون عنده دفترين، دفتر على يديه اليمين ودفتر على يديه الشمال. البنت عندها 14 15 سنه بيسجلها في دفتر، ولما توصل للسن القانوني يقلبها في دفتر تاني. فلازم يبقى في تخليص لعقوبات سواج الاطفال. يعني المأذون ده نفسه يبقى عليه عقوبه، لو انا اتعرف ان البنت دي اتجوزت واللي اتجوزها المأذون ده عليه عقوبه، مش هيعمل كده تاني. فكره عماله الاطفال، انت عندك قوانين لعماله الاطفال بس في الاخر ان هي لا تطبق. حتى التسرب من التعليم، انت عارفه حضرتك في عقوبه للتسرب من التعليم وهي لا تنفذ، هتلاقي حضرتك ان 10 جنيه والكلام ده معمول من الستينات ولا ينفذ. فبالتالي انت محتاجه بقى تشريعات تضغطي بيها على ايه؟ على الروافد اللي بتؤديك للزياده السكانيه اللي هي عماله الاطفال. التسرب من التعليم، زواج الاطفال. ما هو في الاخر البنت انا عاوزها تتعلم تكمل تعليمها ساعتها هتتجوز في سن مناسب. بينما حضرتك انا كاستاذ نساء وتوليد في القصر العيني قصه متكرره بشوفها، الاقي واحده داخله تولد الطفل الخامس، اقول لها انت عندك كام سنه؟ تقول لي والله يا دكتور ما اعرف، بص في البطاقه. لما ببص في بطاقتها اللي عندها 20 سنه وده العيل الخامس، بس حضرتك لما تبص لوشها تحس ان عندها حاجه و40 سنه. الحمل والولاده المتكررين مع طبعا دي جوزها ما بيخليهاش تتابع متابعه حمل كويسه، ما بيجيبلهاش الاكل المظبوط، ما بيجيبلهاش المكملات، بس عشان ما نحملش على المراه لوحدها، الراجل له دور. اه طبعا تعدد الزوجات يعني، وفي مجتمعات يعني بالنسبه لها تعدد الزوجات دي شطاره. قد يكون كده، وساعات بيوجد لنفسه مبرر ازاي؟ ما هو يقول لك الست بعد ما خلفت اربعه وخمسه صحتها راحت، دي خلاص ما بقتش قادره، يعني يقول لك خلاص دي الست عجزت، لان هو فعلا الحمل والولاده المتكررين المتعبين بيسحبوا من رصيد جسم الست من فيتامينات ومن معادن وكالسيوم وفيتامين دي، فيخلي الست فعلا شكلها اكبر من سنها بكتير. فبالتالي نقول ايه؟ انا اقول للست عشان حافظي على نفسك، حافظي على صحتك، يبقى لازم تتجوزي في الوقت المظبوط. هفكري ظروفك دلوقتي تسمح لك تجيبي الطفل الاول ولا ممكن تاخريه شويه؟ طب جبنا الطفل الاول يبقى لازم تعملي مسافه سنه واثنين وثلاثه واربعه منها تلقطي نفسك وتشوفي شغلك وتشوفي حياتك، تركزي مع الطفل اللي انت جبتيه. وساعات ببسطها للناس بقول لحضرتك هو الفلاح لما بيزرع الارض بيعمل ايه؟ بيحط زرعه يسيب مسافه ويحط زرعه تاني. الفلاح عارف انه لو حط الزرعتين جنب بعض جذور الزرعتين يتشابكوا ويطلعوا ضعف. فرساله بوجهها لكل ست مصريه، حطي مسافه بين الزرعه والتانيه، ابنك ده جبتيه رايحي لك اربع سنين قبل ما تجيبي الطفل التاني. ودايما حتى بنقولها بطريقه تانيه، الست اللي هتحمل وهتولد
وهتحمل تاني هي بتظلم 4 أشخاص. أول واحد هي ظلمته الطفل اللي كانت لسه قدامه من شوية، لأن لما تحمل تاني على طول أنا كدكتور نسا أقول لها بطل رضاعة، يبقى الطفل ده هي حرمته. هل هم 4 سنوات ولا سنتين؟ إحنا بنقول إن المباعدة على الأقل من 3 لـ4 سنين. من 3 لـ4 سنين. فبقول لحضرتك هي لما هتحمل تاني على طول هي تظلم 4 أشخاص. أول واحد ظلمته الطفل اللي كانت لسه قدامه من شوية، لأن هي لما هتحمل أنا كدكتور نسا أقول لها بطل رضاعة، يبقى هي حرمت الطفل ده من صدرها ومن لبنها ومن حنانها ومش هتعرف تركز مع أكله وشربه. تاني واحد بتظلمه هو جسمها، الحمل ده رحلة مهلكة، طب هي هتعجز بدري، بينما لو عدت مباعدة هتدي نفسها فترة أحسن. ثالث واحد بتظلمه الجنين اللي في بطنها دلوقتي، هي لما تحمل وجسمها ضعيف تبقى أكثر عرضة للولادة مبكرة، أو الطفل يطلع حجمه صغير. رابع واحد بتظلمه هو جوزها، في الآخر جوزها ده عاوز برضه حب وحنان واهتمام، طب ما هي تحمل تولد تحمل تاني تعبانة على طول، تعبانة مرهقة من الحمل ومن الولادة ومن الرضاعة. فيبقى حتى ده يأثر على تماسك الأسرة، يأثر على العلاقة يعني، ودي حركة ممكن تسمعها كتير جدا، الراجل يقول لك والله الست بعد ما ولدت ما بقتش مركزة معايا، بينما هي لما تعمل مباعدة بين الحمل والتاني ونجيب عدد طفلين ما نجيبش أكتر من كده، هيبقى في فرصة للود والحب والحنان ما بين الزوجين. طيب أخيرا يا دكتور، الحوار الوطني يضع على عاتقه قضية في غاية الأهمية اللي هو قضية حل مشكلة الزيادة السكانية. ازاي هتنجحوا في هذه القضيه اللي فشل فيها يعني ناس على فترات طويله جدا؟ دي مسؤوليه بالنسبه لكم، هتعملوا ايه؟ خلينا نقول احنا ما فشلناش، فترات اتحقق نجاح، فترات النجاح توقف، فترات النجاح تراجع، بس احنا نقول في تحسن، بس احنا بنقول ان احنا ما حققناش النجاح المطلوب. ليه؟ احنا مثلا نقول ان سنه 1965 تم انشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاسره، فانا دلوقتي في 2023، يعني معنى من 65 لغايه دلوقتي، يعني الدوله المصريه فاتحه الملف ده بقى لها 60 سنه بتحاول تقفله. في دول كتير ابتدت معايا في الستينات وقفلت الملف ده من 20 سنه، فلو انا قفلت الملف ده النهارده انا متاخر اصلا 20 سنه. عشان كان عندهم ادوات رادعه. ده جزء من الموضوع، وجزء ان احنا ساعات بنمشي كويس وبعد كده وقف، يعني النفس ممكن ما يبقاش طويل شويه. بس هقول لحضرتك حاجه، يعني حضرتك لو هنرجع بقى لقصه الحوار الوطني، انا شايف الحوار الوطني هو فرصه تاريخيه مش عشان تحل الملف ده، بقيه الملفات التانيه. انا قلت لحضرتك يعني قبل ما نخش الجمهوريه الجديده لازم الناس تقعد تقول والله ايه مشاكلنا، احنا ليه ما بنحلهاش، طب هنحلها ازاي، عشان تكوني وانت داخله الجمهوريه الجديده نكون متفقين وبنتكلم نفس اللغه في الحلول، عشان يبقى في الاخر انا اتمنى ان يكون شعارنا في الجمهوريه الجديده مش هنورث ملفات، احنا هنورث الخير للاجيال اللي بعد كده، مش هنورث لهم مشاكل احنا ورثنا، حلول هنورث مش هشوف المشاكل دي، يعني ده اللي يكون ان احنا مش هنورث ملفات، مش هنورث مشاكل، يشوفوا بعد كده بقى الخير ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحه والسكان لشؤون السكان وتنميه الاسره وعضو تنسيقي شباب الاحزاب والسياسيين، نورتنا يا فندم. شكرا. وبشكركم مشاهدينا، لكم تحياتي، انا رانيا هشام، والى اللقاء.